إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آته اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. الأمة بين الألم والأمل. إن الله عز وجل أراد بنا أن نحقق الوفاء لجميع ألوان الانتماء، فنحن ننتمي إلى أسرنا، ونحن ننتمي إلى قرانا، ننتمي إلى عشائرنا، ننتمي إلى مدننا، ننتمي إلى أوطاننا، ننتمي إلى أمتنا، وننتمي إلى الأسرة البشرية الكبرى، مصداقاً لقوله تعالى في سورة الحجرات الآية 13: وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن أمة الإسلام، شرفها الله عز وجل بهذا الدين الخاتم، كما قال الله في أوائل سورة المائدة في الآية الثانية والآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ربنا عز وجل أمرنا بأن نعيش مسلمين وأن نموت مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الانتماء للأمة شرف ما بعده شرف، لأن الله عز وجل حاب هذه الأمة أن جعل نبيا منها، وهو رحمة للعالمين، أما الرحمة المهداة كما قال في حديثه الشريف، وقال الله في حقه في سورة الأنبياء الآية 107: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتجذير مفهوم الأمة واضح بين في آي القرآن. أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، قال الله تعالى في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال في سورة المؤمنون الآية 52: وأن في قراءة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الشهادة على الناس تشريف وتكليف، تشريف ورفع مقام وتكليف. فهذه الأمة لا يحق لها أن تشهد على الناس إذا كانت غائبة، لا في المجال العلمي التكنولوجي أو في المجال الاقتصادي أو في المجال الثقافي المعرفي، في جميع مجالات الحياة، لأن الغائب لا تقبل شهادته، فلا تقبل شهادة الغائب، إنما تقبل شهادة الحاضر. وهذه الآية تقتضي منا الحضور، لابد
أن تكون أمتنا حاضرة في جميع هذه المجالات لتحظى بهذا المقام السامق لتشهد على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن هذه الأمة تعيش الألم، تعيش ألما بجميع ألوانه. نحيا ونعيش في ظروف التفكك والتمزق، لم تعد الأمة كما كانت كالجسد الواحد كما وصفها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعيش ألوانا من التصدع والتفكك والتمزق على مستوى الأسرة، على مستوى الأحياء، على مستوى القرى، على مستوى المدن، على مستوى الأمة. هذا خلل، هذا الشلل يحتاج إلى أن نوجه جميعاً وعينا وأنظارنا وجهودنا من أجل معالجة هذا الخلل. الظلم أيضاً قائم بجميع ألوانه، الشرك نوع من أنواع الظلم. قال الله تعالى في سورة لقمان في الآية 13: إن الشرك لظلم عظيم. الربا ظلم. قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. أكل مال الناس بالباطل ظلم. قال الله تعالى في سورة النساء الآية 59: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ووردت الكثير من الآيات التي تبين ألوان الظلم، الآية 231 من سورة البقرة، الآية 18 من سورة هود، الآية 165 من سورة الأعراف، آيات كثيرة تجرم الظلم وتبين ألوان الظلم التي نعيشها وللأسف في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا السياسية، في حياتنا الثقافية. ومن ألوان الألم الذي تعيشه الأمة ما نشهده هذه الأيام وقبل هذه الأيام، هذه السنوات وقبل هذه السنوات، من مشاريع الكيان الصهيوني الغاشم، مشروع تهويد القدس، المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعيش أيضاً مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني. هناك من يجري ويتنافس بعض الدول نحو التطبيع مع هذا الكيان، هذا الكيان الصهيوني الغاشم. اليهود نقض العهود. اقرأوا القرآن الكريم ستجدون هذا الصنف من البشر نقضوا العهود مع خالق السماوات والأرض، ونقضوا العهود مع النبيين والمرسلين. أمر عجب عجاب. فمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني له آثار سلبية على جميع المستويات، في المستوى العقدي الإيماني، المستوى التربوي الأخلاقي، المستوى التعليمي، المستوى الإعلاني، المستوى السياسي، المستوى الثقافي، المستوى الاقتصادي، له آثار سلبية لا تعد ولا تحصى. إذن فلننتبه، الأمة الآن تعيش هذه التحديات في هذا الزمن. هذه التحديات تبين وجه الألم الذي تعيشه هذه الأمة، ولكن أملنا في الله كبير أن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. الأمة إذن تعيش ألوانًا من الألم، ولكن أيضًا هذه الأمة فيها أمل، لأن الأمل في الله عز وجل. ربنا هو الذي قال في سورة آل عمران:
بدءا من الآية 139 إلى الآية 142. ومما ورد في هذه الآيات ربنا يعالجنا جميعا بقوله إن يمسسكم قرح، قروحنا كثيرة، سماها القرآن قرح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم الشهداء والله لا يحب الظالمين. الأمل في الصادق المصدوق الذي بشرنا في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في مستدركه يقول أمتي أمة مرحومة. هذا أيضا وجه من وجوه الأمل، ونحن لا نقطع الأمل. أذكركم إخواني الكرام أخواتي الكريمات بما نقرأ في سورة يوسف، حيث اجتمعت عوامل اليأس على سيدنا يعقوب، ولكن قال لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. لماذا؟ لأن اليأس يقتل الفضائل في النفوس، وقد قال الشاعر أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة. هذا الوعي الذي انتشر لدى الكبار والصغار، لدى الرجال والنساء، هذا الوعي الذي يجب أن يصنع ويجب أن يحفظ ويجب أن يرعى، الوعي بهموم الأمة، هذا الذي يجعلنا نعمل وبكل ما نملك من جهود عقلية علمية مادية، مهما كانت هذه الجهود، كما قال ربنا عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من أجل إحداث التغيير المناسب. وقد قال ربنا عز وجل في سورة الرعد الآية 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الوعي الذي يجب أن نصنعه، لابد أن نرعاه، لابد أن ننشره في أوساطنا جميعا، هو الذي يجعلنا نعود مرة أخرى إلى مقامنا الذي أراده الله لنا، وهو مقام الصدارة، مقام الريادة، الأمة الشاهدة على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تفتح لنا أبواب رحمتك، اللهم أخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، من قام بالصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله. استووا استقيموا رحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.